A wheel rotates without friction about a stationary horizontal axis at the center of the wheel. A constant tangential force equal to 80 newton is applied to the rim of the wheel. The wheel has radius 0.12 meter starting from rest. The wheel has an angular speed of 12 rev per second. After 2 seconds, يعني عندنا rest والأوميجا النهائية والسكند والتايم، يعني أحسب الألفا. هو عايز يوات the amount of inertia. طيب لو حسبنا الألفا عندنا التاو بتساوي الاي في الألفا. نبدأ بحساب الألفا. الأوميجا قال لي 12 بس رف، يبقى 2 فاي. الأوميجا نوت starting from rest، التي قال لي 2، فأقدر أحسب الألفا 24 باي على 2، يعني الألفا 37.7 راد على السكند تربيع. واحنا عارفين ان التاو بتساوي الاي في الألفا. التاو قال لي 80 نيوتن ومسافتها 0.12، الاي مجهولة والألفا حسبناها. إذا الآي كذا كيلو جرام متر تربيع. 80 في 0.12 تقسيم الأنسر اللي من شوية طلعت 0.25 وكمان 5.